السلام عليكم. يوم الجمعة، والجمعة شي يديروا الطعام وباش مولا وباللحم. عندكم مشاهدين الطعام بالبصل وبالسلطة شوف راكم تشوفوا، هذا هو اللحم تاعنا هنا بالدار، بصل وسلطة وهكا. والله ما ندير هذه هاك ودير هاكا ودير هاك. مليحة عشان ناكل ونتخيل بلي ناكل في اللحم. اي على هذاك شغل ديني حاجة عادي نورمال. ها دير هاك، ها سي بيان. العادات والتقاليد تاعنا مهم الشبع، تحول لا بروتين لا والو، مهم تشبع. مليحة كل خير. ترينيت كي ترينيت انا اكل طعام والبصل والطماطيس والفلفلة ومخالط ريكيبيراسيو تاعي تاع لونترينمون. هادي هي شتو ناكل الغذاء المفضل طعام. عندك يدير طعام بين بلي حاجة تخوف، طعام فيها الطاولة والماء والعاول مام، طعام والبصل. كي تقول طعام والبصل شغل شغل اليان بيخرج لك حاجة تخوف هكا. طعام مليح فيه البركة، ما ادري كيما هاك فيه البركة مليح. كل خير طعام بالبصل يضحك. تبغي تفرش سكاش ما تفرش سكاش، قول غير طعام بالبصل تضحك روحك. عندك طعام بالبصل والله لا يضحك. اي هذه هي طعام بالبصل. الله يحفظك. الخير. السلام عليكم.